النادي واول واحده على طول مروان محسن، لكن تعود الى النني محمد صلاح، هو حكم اللقاء يدي ركله جزاء، حكم اللقاء يدي ركله جزاء امامنا هنا النجم المصري محمد صلاح في انفراد هنا في هذه اللقطه، والتدخل لم يتردد الحكم ديار الحكم السنغالي في احتساب ركله جزاء لمحمد صلاح. اول اهدافه الدوليه كانت في مرمى النيجر، سجل في مرمى النيجر في مباراه على فوتو كوما محمد صلاح وداوودة كسالي، محمد صلاح يضيع ركله الجزاء امامنا هنا وعلى طول يتصدى ليها داوودة. يبقى الحال على ما هو عليه، ركلة جزاء ضائعة لمحمد صلاح، طبعا ركلة الجزاء التاريخية في مرمى الكونغو والتأهل لكأس العالم في هذا الملعب، يعني لكن بداية يعني مبشرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله بداية يعني مبشرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله المنتخب المصري قادر. وادي واحدة من حجازي، ركلة جزاء ضائعة من محمد صلاح بعد مرور دقيقتين، وادي أمامنا هنا راسية حجازي، لكن تطلع كورة إلى خلف واحد من اللاعبين اللي بدأوا في السكة الحديد، ووادي دجلة ثم ناسيونال في البرتغال، وادي كرة على طول مروان محسن، لكن حكم اللقاء بيدي لمسة يد، واحد من المواهب المميزة قوي. ادي انطلاقة هنا أيمن أشرف إلى مروان، والراجل قالش أمامنا أهو الراجل رقم أربعة مامادو سولي، قلب الدفاع مامادو سولي في اللقطة الماضية، الكرة الخطيرة الحقيقة اللي كان ممكن قوي تستغل. شوف أمامنا هنا كرة، لكن يطلع لها كسالي داوودة، يطلع لها كسالي داوودة، شوف الكرة تلقات الطرفين احمد المحمدي وايمن اشرف النهارده امامنا اهو من في اللقاء الودي 1-1. هذه الكرات العاليه مروان ومحمد صلاح، ولكن هناك فاول، في فاول ادي امامنا سليمان ساكو رقم 12، المهمه الصعبه في الجنب اليمين مع انطلاقات ايمن اشرف وامامه تريزيجيه، الجنب الشمال فوتو كوما عمل ركله جزاء في الدقيقه الاولى، وامامنا هنا يلعب بعلي غزال النهارده، بقول لحضراتكم مع سن واحد من اللاعبين اللي ما سجلوش بقالهم فتره، ادي محمد صلاح راسيه، لكن على طول كسالي داوودة، على طول راسيه محمد صلاح، ولكن كسالي داوودة يتصدى لراسيه كانت خطيره، وريد ستار بلغراد ان شاء الله في تشامبيونز ليج في دوري ابطال اوروبا، كره على القائم الاول وراسيه مروان، لكن اللي خارج معاه ادي مروان محسن، يعني بعض الارقام يقول لك بقاله 8 مباريات مروان لم يسجل. هنا علي غزال كلمه السر حتى الان اللي مدي حريه المسانده من وسط الملعب، ادي الاستلام، ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تحرك روعه في اللقطه الماضيه، واستلام رائع من مروان محسن، غاب عن التسجيل ولكن يسجل مع منتخب مصر مروان محسن، اي متعه اي لمسه، التحرك هنا والهدف ياتي للمنتخب المصري، في خطا في التمركز طبعا لدياباتي وايضا لكاتوكوري ومامادو سولي، لكن شوف الاستلام ومروان امامنا هنا يسجل في هذه اللقطه هدفه في هذه المباراه. طبعا مروان محسن بص الاستلام يا ولد، النني هنا انطلق حلو قوي، ده الهدف الدولي على فكره الخامس لحارس المرمى كسادي داوودة، وادي الفرصه ولد يا ولد، ايمن اشرف في هذه البدايه والانطلاقه في مباراته الدوليه السادسه، وهدفه الدولي امامنا هنا الثاني بعد ما سجل في مرمى الكويت، ايمن اشرف هنا الكره بتكافئه على مجهوده وعلى ادائه، وكسالي داوودة ظن بان الامور لن يعني تمر للمنتخب المصري بسلام بعد ما ضيع محمد صلاح، ولكن الطريق الى مرمى كسالي داوودة، لكن بص الكوره، بص التمريره يا ولد، حاجات احمد حجازي الحلوه معموله جميله، ايمن اشرف امامنا العرضيه، شوف الكوره وابعاد الكوره وابعاد هنا من جانب مامادو سولي، والكوره تكافئ ايمن اشرف اللي بيضعها هنا في هذه النقطه ويضعها